يوصل للمجال الفني، الابداع بهذا المجال الفني بدون ما يكون عنده هذا الحس. هلا الخبر الثاني هو لكل الرجال يلي بيعانوا من انه الستات بينزلوا على السوق بيرجعوا ما في بايدهم ولا ليره. صدى لليوم الثانيه هي عن حقيبه يد بتمنعك من الافراد بالتسوق. شركه استراليه ابتكرت حقيبه يد تغلق اوتوماتيكيا في حاله الافراد او التهور بالمشتريات من اجل الحد من الزيادة في الصرف، حسب ما ذكرت صحيفة فرنسية. وبينت الصحيفة الفرنسية أن الحقيبة تقوم بالعض على يد الشخص عندما يحاول أخذ بطاقته، وتقوم الأجهزة الدقيقة الموضوعة بالحقيبة بإرسال إشارات مضيئة لما بيدخل حساب الشخص بمنطقة الخطر. هون تغلق الحقيبة بشكل أوتوماتيكي من أجل منع إخراج البطاقة المصرفية، كما ترسل الحقيبة رسائل نصية قصيرة إلى ذوي صاحب البطاقة لا أبلاغهم. يعني بتبلش الفضايح. هذا الخبر كيف ممكن يكون صداه عندكم مشاهدينا؟ في أشخاص طلبوا أنهم يكون في رسم توضيحي أكثر لهذه الحقيبة. طبعا بهذه الحالة لسه الحقيبة ما تم تداول الصورة الأصلية لها بشكل عام على مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى على الإنترنت، ولكن هيك خبر برأيك سيد قديش ممكن يكون جميل لكل الرجال خاصة اللي بيعانوا من أفراط النساء بالتسوق؟ لو سألناك السؤال أنت بطريقة أخرى يعني لك كثير؟ يعني للسيدات كثير؟ اي طبعا بيعني جدا لهذا السبب ناشر. حتى هن يعني بتخيل اختاروا انه يكون حقيبة نسائية. يعني اول اختراع ما كان هو على شكل محفظة الجلد يلي بتكون مع الرجال، لا هو كان هيدا المرة حقيبة نسائية، وفوريا بتبعت مسجات لذوي السيدة. هون يعني هو انا بقول انا حبيت هذا الاختراع؟ اي طبعا مهم كثير على فكره، يعني بتعرف من كثر المصاري والمشتريات والاسعار الرخيصه فكله تمام.